قالت هيئة علماء المسلمين في العراق إن القوات الحكومية وميليشياتها الإجرامية استخدمت القوة المفرطة لفض اعتصام مدينة الناصرية عبر استهداف المتظاهرين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل المسيلة للدموع من النوع العسكري. وأوضحت الهيئة أن تلك القوات لم تكتفي بهذه المجزرة، وإنما أعادت الكرة صباح اليوم بإطلاق الرصاص الحي على حشود المتظاهرين في المدينة. وأكدت الهيئة أن هذا التصعيد الخطير جاء بعد خطاب رئيس الحكومة الذي وجه من خلاله رسائل تهديد واضحة للمتظاهرين السلميين، حيث أعطى الضوء الأخضر لفض التظاهرات وارتكاب المجازر للقضاء على الثورة عبر إدخال الرعب في قلوب المتظاهرين. وأشارت الهيئة إلى أن تلك المجازر تجري في ظل صمت عالمي لم يعد مريبا، وبحماية القوى الدولية والإقليمية التي أمنت لهم الطريق وأتاحت الفرصة للإجهاز على الشعب العراقي سعيا لإنقاذ النظام السياسي القائم. كما لفتت الهيئة إلى أنه رغم كل الإجرام والإرهاب الممارس من الحكومة وميليشياتها، إلا أن الشباب الثائر عازم على المضي في تحقيق أهداف الثورة وإسقاط النظام والأحزاب الفاسدة.